محمد بيه المشط اتفضل، وبعد كده هروح لاشرف بيه عبد العزيز كمان. اتفضل محمد بيه المشط. يا فندم انا بس الاستاذ هاني بيقول ان هناك تغول على لجنه الانضباط، والكلام ده طبعا يعني انا برفضه تماما، لان لجنه الانضباط لجنه قضائيه، لجنه محترمه، ولكن مجلس اداره اتحاد الكره بيجب جميع اللجان، كل لجنه بتاخد اختصاصها. ولما جه جواب الفيفا ان ده هذا شان داخلي، تم احالته الى مجلس الاداره للتفسير، ومن حق مجلس الاداره ان هو ياخد القرارات او عقوبات او يخففها. انما الاستاذ هاني ايوه من حق اي واحد ان هو يلجا للبلاغ وياخد حقه، ولكن الشق الجنائي اللي بيقول لك لو في واحد موت واحد في الملعب، لا ده غير المجرى العادي للامور يا استاذ احمد. هناك يعني شرح كتير جدا للوائح دي، ولكن العقوبات الرياضيه والسلوك الرياضي داخل الملعب والانفعال الرياضي منوط به الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة. أشكرك شكرا جزيلا مستشار محمد المشطة.